تأمل للخلاص من وهم المشاعر، القلق والخوف، ومن ديون التعلقات، نجلس باستقامة العمود الفقري، رخي الجسم، الرأس، العنق، الأكتاف، ذراعين، صدر، ظهر، جذع، ركبتين، قدمين، تنفس عميق، هادئ، بطيء، نتصور قمع قمع مفتوح للأعلى، ضيق بالأسفل. نتصور أيضا من مكان الضيق في قمع آخر بيطلع أيضا للأسفل، صار مثل الساعة الرملية. بالقمع الأول رح نلفظ 3 مرات الأوم من السعة ونجسدها بنقطة بمنطقة البطن فوق السرة، هذا الاهتزاز من حرف الأو من سعة الوجود لحرف الإم المهتز رح ينشط ويسلط نور على منطقة الانفعالات والأحاسيس، بالضفيرة الشمسية، منطقة فيها ارتباطات كارمية ومشاعر دفينة. بعدها رح نلفظ لفظة معينة هي عبارة عن لفظة تعبيرها عن لتخفيف المعاناة، ولكن بأساسها انطلاقا من الام بعد الأوم، الام نفسها بنلفظها بشكل مخفف جدا وكأنها غير مسموعة قبل بحيث تصير ما أيضا 3 مرات. بلفظة الماء رح ننطلق من عقدة القمع الوسطى ل
لا اتساع الأرض بحيث هذه المشاعر مفرغة بالأرض، هذه المشاعر مفرغة بالأرض. ونرجع نختم 3 أوم أيضا من جديد من صلة نور. الآن 3 أوم الأولى نأخذ من طاقة النور ذبذبي ونجسدها بالبطن، زفير زفير زفير، ثم شهيق. من منطقة تحرير المشاعر، منطقة البطن مثل ما ذكرت فوق السرة، ما نلفظ حرف الآ بس قبله ميم مخففة، زفير زفير زفير، شهيق. صرخات الألم والمعاناة والقلق والخوف عم نطردها لتتبدد بالأثير وتأخذها الأرض. أصلا نحن كائنات خلقنا على هذه الأرض لنرسب مشاعر متطرفة قد حجبتنا عن رؤية النور. من جديد، زفير زفير، شهيق. ما Whoa.
بعد تفريغ هاي المشاعر والروابط المتقطعة وتسليمها للأم الأرض، نمتن لأمنا الأرض التي تحمل عنا آلامنا والمعاناة ومشاعرنا والانفعالات، ونعود بنظرة للسماء لنأخذ نور الوعي الصافي عبر الأو ونجسدها من جديد في مقام الضفيرة الشمسية فوق السرة بواحد سنتيمتر. مشان نكون كائنات متوازنة عاطفيا ونحيا الحياة باتزان. زفير، شهيق، من هذا السكون، من هذا الصمت، من هذه المشاعر السامية، في منطقة البطن نأخذ قوة وننظر بنور بعين البصيرة بين الحاجبين
نور البصيرة يسمو عن نور العالم، حتى أن نور هذا العالم هو ظلمة بالنسبة لنوره العظيم. فنور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. بعد حوالي نص دقيقة نبدأ بفتح العيون بهدوء، بحيث تنفتح الأجفان نصف انفتاح، وكأننا ننظر بالعين الروحية، عين البصيرة، لهذا العالم المادي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.